السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ صوت واضح يا جماعه، عرفوني برضو عشان قبل ما نبتدي. صوت واضح كده ولا ايه الظروف؟ عرفوني بس قبل ما نبتدي يا جماعه. ابتدي اتكلم ولا ايه؟ صوت واضح؟ مش عارف. طيب اوكي، انا هبتدي اتكلم ان شاء الله. الموضوع بتاع النهارده اللي هو باذن الله هيبقى موضوع الى حد ما شيق، وباذن الله يا رب نحاول نوصل الكلمتين اللي عايزين نقولهم النهارده في وقت قصير، يعني ما اطولش عليكم باذن الله تعالى. طيب احنا عايزين نتكلم عن ايه النهارده؟ عايزين نتكلم عن حاجه اسمها الهيرسوتزم. الهيرسوتزم يعني ايه؟ هيرسوتزم هتعامل معاه ازاي؟ عارفين الحاله دي طبعا من الحالات الكتير المشهوره قوي اللي تقريبا بنشوفها بشكل دوري يومي. هنقول بعد ما نقدر نشخص هيرسوتزم ازاي اوصل ان انا كمان امتى بنقول حضرتك اشتغل ليزر وامتى ما اشتغلش ليزر، وامتى الليزر يبقى كافي وامتى الليزر مش كافي، والحاجات اللي احنا قلناها. وحضرتك طيبه يا دكتوره زينب، وامتى الليزر يبقى كافي وامتى مش كافي زي ما بيقول لحضراتكم يعني. هنبتدي واحده واحده كده. الموضوع باذن الله هيبقى سهل، وفي نفس الوقت ان شاء الله يبقى شيق يعني ونال استحسانكم يعني. طيب مبدئيا كده احنا عايزين اول كلمه اعرفها يعني ايه كلمه هيرسوتزم. كلمه هيرسوتزم دي معناها ايه؟ ميرسي يا محمد، ربنا يخليك، انت طيب يا حبيبي. كلمه هيرسوتزم دي معناها ايه؟ كلمه هيرسوتزم دي معناها ايه؟ ده اكسسيف او ابنورمال كورس تيرمينال هير في اندروز اندبندنت ايريا، في الفيميل طبعا. يبقى ابنورمال كورس terminal hair في androgen dependent area، تمام؟ abnormal coarse terminal hair في androgen dependent area طبعا بالايه؟ بالفيميل. طيب جميل جدا، حلو. ايه هي الاندروجين ديبندنت اريا؟ ده سؤال بيطرح نفسه. انت يعني تفتكر ايه الاندروجين ديبندنت اريا؟ الموضوع بسيط. اندروجين ديبندنت اريا اللي هي ايه؟ الشن، المستاش، الشست، خلاص، اراوند نيبل، اندر بيلو السكا، وحياك بالصحه والسلامه يا رب دكتور اسماء، بيلو الامبلايكس، الميديال سايد اوف بوث سايز، تمام، الميديال بارت اوف فور ارم، دول بنسميهم ايه؟ اندروجين ديبندنت اريا. يبقى اكسسيف جروس اوف ابنورمال كورس تيرمينال هير اندروجين ديبندنت اريا، بقول الفورمولا اللي عندي ده اللي هو ايه؟ هيرسوتزم. طب ايه عامل هايبرتريكوز؟ الهايبرتريكوز ده لا هو كورس تيرمينال هير ولا هو في اندروجين ديبندنت اريا، وممكن يبقى فاميليال، ممكن يبقى ايديوباسيك، مش موضوعنا النهارده طبعا، بس هو موضوع كبير. ممكن يبقى فاميليال، ممكن يبقى ايديوباسيك، يبقى دراج انديوزد، يبقى بارت اوف هامرتوما او بارت اوف نيفس، وات ايفر. موضوعنا النهارده اللي هو الهيرسوتزم. Abnormal course terminal hair في ايه؟ في androgen dependent area. لك ان تتخيل يا مؤمن ان الهيرسوتزم ده بيصيب من 5-10% من الومن. رقم خيالي، رقم خيالي. بالمناسبه ده اسمه ايه؟ اسمه scientific definition، تمام؟ اسمه scientific definition. انا في حاجه اسمها clinical definition، وده موجود في التكست يعني، مش من تأليفنا ولا حاجه. لما باجي اقول في الكلينيكال ديفينيشن اي شعر مضايق الست بقول عليه ايه؟
بقول عليه ايه؟ اي شعر مضايق الست بقول عليه ايه؟ بقول عليه هيرشيتيزم. اي شعر مضايق الست بقول عليه ايه؟ هيرشيتيزم. طيب يعني احنا عايزين نفهم من كده ان احنا عندنا ساينتفك ديفينيشن وعندنا حاجه اسمها كلينيكال ديفينيشن. ساينتفك ديفينيشن ده اللي هو ايه؟ اللي هو الكور ستيرمينال هير في اندرز اندبندنت اير. طيب جميل قوي، انت عملت صدانه وبتاع، طب مش تقول لنا ايه هما الاندروجينز اللي موجوده في الفيميل الاول؟ مش لازم اعرف الاندروجينز اللي موجوده في الفيميل قبل ما انت عملت صدانه وتكلم كلام ملوش لازمه؟ اه طبعا انا لازم اعرف الاندروجينز اللي موجوده في الفيميل اللي هما تستيرون الداي هيدرو بلاند ستيرون سلفيت والداي هيدرو بلاند ستيرون والاندروستنديون والاندروستنديول. التستيرون والداي هيدرو بلاند ستيرون والداي هيدرو بلاند ستيرون سلفيت والاندروستنديول والاندروستنديول، دول خمسه اندروجين اللي موجوده في الفيميل لازم تحفظهم عن ظهر قلب. تستيرون داي هيدرو بلاندوستيرون سلفيت داي هيدرو بلاندوستيرون اندروستنديول اندروستنديول، خمسه دول لازم تحفظهم عن ايه؟ عن ظهر قلب. تمام؟ طيب على البركه. يبقى احنا قلنا الديفينيشن بتاع الهيرشيتيزم، الفرق بين الهيرشيتيزم والهايبرتراكوزيس ايه، الهيرسوت ارياز السورس بتاعت الاندروجينز اللي موجوده في الايه؟ في الفيميل. طيب دي اول حاجه. طب انت قلت لنا السورس بتاعت الاندروجينز، مش هتقول لنا بتيجي منين؟ هقول لك بتيجي منين. في حاجه عندي اسمها اوفيريان اندروجين، في حاجه عندي اسمها ايه؟ اوفيريان اندروجين، ودي تديني 25% من التستوستيرون و50% من الاندروستنديون و20% من الايه؟ تحت امر، و20% من الدايهيدروجاندوستيرون. يبقى بتديني تاني 25% من التستوستيرون و50% من الاندروستنديون و20% من الدايهيدروبلاندوستيرون. اذا هو احسن ماركر للايه؟ للاوفيريان هايبرت الاوفيريان هيرشيتيزم اللي هو ايه؟ وحضرتك بالصحه والسلامه يا دكتور نجلاء. ايه احسن سورس، احسن ماركر للايه؟ للاوفيريان هيرشيتيزم؟ الاندروستنديون. بس ده ما بيتعملش لان مفيش كيتس، الكيتس غاليه. تمام؟ اذا بنستعيد عنه بالايه؟ بالتوتال تستوستيرون، ولو طلع نورمال بنعمل له ايه؟ بنعمل فري زي ما هنقول دلوقتي. تمام؟ اذا اول حاجه لازم نعرفها الخمسه اندروجينز بتوع الستات واماكن افرازهم اللي هم ايه؟ الاوفيريان. مفيش صوت ولا ايه؟ وحبيب الصحه والسلامه، مفيش صوت؟ مفيش صوت يا جماعة، ردوا عليا ولا ايه؟ ولا طيب يبقى احنا نقول الاوفيريان اندروجينز عندنا بتطلع الاوفرز 25% من التستيرون وبتطلع لي 50% من الاندروستنديول وبتطلع لي 20% من الداي هيدرو ايه؟ الداي هيدرو اندروستنديول. طيب جميل قوي، يبقى احنا كده ده الايه؟ دي التقسيمه الاولانيه. طيب في حاجه ثانيه؟ اه في حاجه ثانيه وثالثه. الحاجه الثانيه اللي هم الايه؟ الادرينال اندروجينز. الادرينال اندروجينز ايه؟ بتطلع لي 80% من الدايهيدرو باندوستيرون وبتطلع لي كل الدايهيدرو باندوستيرون سلفيت و25% من التستوستيرون و50% من الاندروستنديول. طب احسن ماركر ليها ايه؟ الدايهيدرو باندوستيرون سلفيت. الدايهيدرو باندوستيرون ايه؟ سلفيت. اذا انت بتقول لي التستوستيرون 25% من الاوفرز و25% من الادرينز، طب ال 50% التانيين منين؟ من البريفرال كونفرجن في الفات تيشو، من البريفرال كونفرجن في الايه؟ في الفات تيشوز. طيب جميل جدا. اذا اسمع تاني، التستوستيرون والاندروستنديون والايه؟ والدايهيدرو باندوستيرون. تمام. والدايهيدرو باندوستيرون ايه؟ سلفيت. والاندروستنديول دول الخمسه اندروجينز اللي ايه؟ اللي عند الستات. طب حلو قوي. طيب الاوفرز بتطلع ايه والادرينا بتطلع ايه؟ الاوفرز بتطلع 25% من التستوستيرون وبتطلع 50% من الاندروستنديون وبتطلع 20% من الدايهيدرو باندوستيرون. اما الادرينال بتطلع 80% من الدايهيدرو باندوستيرون وكل الدايهيدرو باندوستيرون سلفيت وبتطلع لي
25% من التستيرون. طب ال 50% ناقصين من التستيرون بيطلعوا منين؟ طب ال 50% ناقصين من التستيرون بيطلعوا فين؟ بيطلعوا عن طريق حاجه اسمها البريفرال كونفرجن في الفات تيشوز. تمام؟ يبقى دي اول حاجه لازم اعرف. يبقى عرفت الديفينيشن بتاع الهيرسيوت والفرق ما بين الهايبرترايكوزس واماكن الهيرسيوت والكلينيكال ديفينيشن بتاع الهيرسيوت والاندروجينز اللي عند الستات واماكن السكريشن بتاعت الاندروجين وتوزيعها. تمام؟ جميل قوي. في حاجه لازم تعرفها كده اسمها ايه؟ 6 هرمون ايه؟ بايندينج جلوبولين. ايه بقى يا عم 6 هرمون بايندينج جلوبولين ده؟ تعرفوا ايه 6 هرمون بايندينج جلوبولين ده؟ ولا ما تعرفوش؟ ال 6 هرمون بايندينج جلوبولين ده في الهيلثي وومن 80% من التستيرون باوند لايه؟ لحاجه اسمها هرمون بايندنج جلوبولين بنسميه 6 هرمون بايندنج جلوبولين. تمام؟ 80% باوند و19 باوند الالبومين و1% ايه؟ فري. طيب زي ما بقول لك تاني التستوستيرون ده بايندز الاندروجين. تمام؟ هو احنا بنقول ان 80% من التستوستيرون بايند لحاجه اسمها ايه؟ 6 هرمون بايندنج جلوبولين و19% بايند لايه؟ للالبومين. 1% في ايه؟ فري فول. طيب بالعقل كده كل ما هيزيد السكس هرمون بايندنج جلوبولين كل ما هيقل الفري تستوستيرون. صح؟ كل ما هيقل الافكت. وبالتالي الحاجات اللي بتقلل السكس هرمون بايندنج جلوبولين دي ممكن تعمل لي ايه؟ هيرسوتيزم. زي ايه؟ زي الاندروجينز، السنسيتك بروجستين، الجلوكوكورتيكويد، الجروس هرمونز، الانسولين، الاوبستي. كل دي حاجات بتقلل الايه؟ السكس هرمون بايندنج ايه؟ جلوبولين. تمام؟ واصله لحد كده؟ واصله ولا مش واصله؟ الموضوع ده اهم من الليزر على فكره. الموضوع ده فعلا اهم من الليزر. خلاص؟ طيب نخش على اللي بعد كده. يبقى انت قلت لي يعني ايه هيرسيوت؟ ايه الفرق بين الهيرسيوت والهايبرترايكوزس؟ الديفينيشن بتاع الهيرسيوت. لا لسه احنا الاندوكراين كوز بقى ده لسه احنا هنقولهم واحده واحده دلوقتي مش اندوكراين كوز بس. تمام؟ طب خلينا كده عشان انا بس عايز اشوفكم بس تقريبا تمام. طيب يبقى لازم اعرف دلوقتي الايتيولوجي بتاع الهيرسوتيزم. ايه الايتيولوجي بتاع الهيرسوتيزم؟ زمان كنا بنقول ايه؟ في حاجه اسمها ايديوباثيك او كونستيتيوشنال. الايديوباثيك او الكونستيتيوشن حقيقه بقى الكلام ده شويه غلط. ما ينفعش اقول ايديوباثيك دلوقتي او كونستيتيوشن. تمام؟ عشان ما كناش نعرف نكون ايه نقول اند اورجن هايبر سنسيتيفيتي ايديوباثيك كونستيتيوشنال. كلام بصراحه مش ايه مش مقنع وكلام مش شاطر يعني كلام مش ناس شطار يعني. تمام؟ ما ينفعش نقول. احنا هنستعرض الاسباب وبعدين نقولهم واحد واحد عشان تبقوا في الصوره. هنستعرضهم كده ورا بعض وبعد كده نقولهم واحد واحد. زمان كنا بنقول ان في حاجه اسمها ايديوباثيك او كونستيتيوشنال ونقول ان في حاجه اسمها اتروجينيك ونقول ان في حاجه اسمها اوفيدين ونقول ان في حاجه اسمها ادرينال ونقول ان حاجه اسمها هايبربرولاكتينيميك ونقول ان في الثايرويد ديس اوردرز والاكتوبيك والهيباتيك والايه والبريجننسي. طيب دلوقتي موضوع الكونستيتيوشنال ده بقى فيه كلام. ما ينفعش اقول ايه كونستيتيوشنال كده خلاص. تمام؟ او ايديوباثيك وخلاص. يعني ايه يعني عايز تقول ايه من الكلام ده؟ الايديوباثيك او الكونستيتيوشنال ده بقى فيه شويه لعب كده عايزك تعرفهم معايا. ايه اللعب ده؟ حاجه اسمها ايه؟ ساها سيندروم. ايه هي الساها سيندروم؟ ساها سيندروم دي اللي هي السيكوريا والاكني والهيرسوتيزم والاندروجينيتك الوبيشيا. السيكوريا والاكني والهيرسوتيزم والاندروجينيتك ايه؟ الوبيشيا. السيكوريا والاكني والهيرسوتيزم والاندروجينيتك ايه؟ الوبيشيا. طيب جميل قوي. بنسميها ايه؟ ساها سندروم. بنسميها ايه؟ بنسميها ساها سندروم. طيب انا بس قبل ما اخش في التفاصيل دي عايز اجيب لك حاجه كده مش عارف ماشي خلاص مش مشكله هنقولها بعدين. السيبوريا والاكني والهيرسوتيزم والاندروجينيك الوبيشيا اللي هي الساها سندروم دي اول ما طلع برضه بنقول ساها وخلاص. تمام؟ بنقول ايه ساها وخلاص. دلوقتي لا الكلام ان انا بقى عندي اربع اسباب من الساها سندروم ده او اربع كلاسيفيكيشن للساها سندروم.
عندي حاجه اسمها ايديوباثيك سيل سيندروم، وعندي في حاجه اسمها اوفاريان، وفي حاجه عندي اسمها ادرينال، وفي حاجه اسمها هايبر برولاكتينيميك ايه ساح. يبقى ايديوباثيك، اوفاريان، ادرينال، هايبر برولاكتينيميك ايه ساح. الساح دي اللي هي ايه؟ السيكوريا والاكني والهيرشوتيزم والاندروجينيك ايه الوبيشيا. كان زمان بنقول ايه ساحه بس، دلوقتي لازم نقول ايه ان عندي ايديوباثيك ساحه وعندي هايبر برولاكتينيميك ساحه، وفي حاجه اسمها ادرينال ساحه، وفي حاجه اسمها ايه اوفيريان ساحه. هاي جميل قوي. ايه الفرق ما بينهم؟ في الايديوباثيك ساحه حقيقي الهرمون البروفايل بيبقى كله نورمال، ومفيش باترن محدد قوي لفكره الايه، مفيش باترن محدد قوي لفكره الهيرسوتيز. يعني ما اقدرش واخد اقول سنترال بارت، لا واخد الاوفرز، واخد التولي التشين اكتر، واخد المستاش اكتر، مش قادر اقول عليها. يعني دي الاقرب لفكره الاند اورجان هايبر سنسيتيفيتي، تمام، اللي هي الايه الايديوباثيك ساحه. مش قادر اقول هي ماشيه في باترن محدد، على عكس ان عندي حاجه اسمها اوفيريان ساحه وحاجه عندي اسمها ايه اسمها ادرينال ساحه. الاوفيريان ساحه دي العيان بيبقى مايل ان هو يكون اوبيز اكتر شويه، ويكون عنده ديستريبيوشن لاترال في الهيرسيوتيزم، وبيكون عنده سيرم تستوستيرون فري وتوتال بيكونوا اعلى شويه من الايه من الطبيعي. واصله؟ على عكس الادرينال، الادرينال ده بيبقى عيانه رفيع شويه، والديستريبيوشن بتاع الهيرسوتيزم بيبقى سنترال شويه، تمام، والداي هيدروجاندوستيرون سلفيت بيبقى اعلى شويه، تمام، على عكس الايه بقيه الهرمونز. واضحه؟ طيب الهايبر بولاكتينيميك ساحه، العيان هنا لا هو اوبيز ولا هو ثن، تمام، والسيرم برولاكتين بيبقى عالي شويه وبقيه الهرمونات قليله، بس في بعض العيانين بتوع الهايبر بولاكتينيميك ساحه السيرم تستوستيرون الفري بيبقى عالي، تمام. الحته دي غايه في الاهميه والخطوره. انتوا مركزين معايا وفاهمين الحته دي ولا ايه؟ لسه احنا ايه اللي جابنا بس للالدكتون دلوقتي؟ لسه يعني لما اخلص بقى الموضوع. لما نوصل بس للموضوع هنتكلم عن الحاجات دي كلها. طيب جميل جدا. اذا انا قلت ان انا عندي حاجه اسمها ساحه، الساحه دي اللي هي ايه؟ السيبريا والاكني والهيرسوتيزم واندروجينيك الويشن. طيب جميل جدا. تاني حاجه بعد الساحه سندروم دي عندي ايه؟ عندي ان انا قلت كلاسيفيكيشن للساحه، قلت ايديوباثيك ساحه، وقلت اوفيريان ساحه، وقلت ادرينال ساحه، وقلت هايبر برولاكتينيميك ساحه. الهايبر برولاكتينيميك ساحه السيرم برولاكتين هو عالي شويه، صح؟ طيب جميل جدا. الاوفيريان ساحه السيرم تستيرون فري وتوتال عالي شويه، بس الديستريبيوشن هنا بيبقى ايه؟ بيبقى مينلي لاترال، والعين يبقى اوبيس شويه، خلاص؟ والهيرسوت بتاعه واخد ايه؟ لاترا، يعني تلاقيه واخد الايه؟ التشين من بره كده، تمام؟ وتلاقيه واخد ايه؟ النبل من بره كده، واخد الايه؟ الترانك من بره، تمام؟ الادرينال فيها العين هنا ثن، خلاص؟ العيان هنا ايه؟ سن، والديستريبيوشن بيبقى ايه؟ مينلي سنترال، واخدين بالكم؟ الهايبر برولاكتينيميك ساحه مفيش حاجه مميزه قوي، بس السيرم برولاكتين سلايتلي ايه؟ بيبقى عالي، تمام؟ طيب جميل قوي. الحته دي مهمه جدا يا جماعه، الحته دي غايه في الاهميه والله. يعني ما ينفعش ان احنا يعني ما فيش حد فيكم ما يبقاش عارف موضوع ساحه سندروم ده، والسيبريا والاكني والهيرشوتيزم والاندروجينيك الويشيا ده، ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان عايز اعودك ان انت كشف الاكني ما يبقاش كشف اكني كده وخلاص. كشف الاكني ده لازم تسال عن البيريود، وتسال عن الـ عن الـ عن الهيرسوتيزم، وتسال عن اندروجينيك الوبيشيا. كشف الاندروجينيك الوبيشيا تسال عن الاكني، وتسال عن نورمال منسز. كشف الهيرسوتيزم لازم تشوف الحبوب. موضوع الاكني ده لو هي ساحه سندروم لو اديتها الدكتون هتبقى ابرك 1500 مره من ان انت ايه تقعد تديها نيت لوك وكده. لو اديتها الدكتون بس او ديان هيبقى احسن لها 1500 مره. واخدين بالكم؟ واحنا هنقول دلوقتي يعني واخدين بالكم؟ طيب يبقى دي اول حاجه اللي احنا كنا بنقول عليها الايه الايديوباثيك، واللي هو الايه او الـ او الـ او النوع الاشهر او الـ او الـ او النوع الـ يعني الساحه سندروم بقى فيه يعني
يعني الباسو جينيسيس له كتير بقى يعني تفسيرات. قال لك والله هو الريسبتورز بتبقى فيها هايبر سنسيتيفيتي، لا ال 5 الفا ريدكتيز انزيم اللي هو بيحول التستوستيرون لمور بوتنت تستوستيرون اسمه داي هيدروجين داي هيدروستيرون على الاندروجين ريسبتورز، وبالتالي يدي اكشن اكتر، بيبقى فيه هايبر اكتيفيتي في ال 5 الفا ريدكتيز في العيان ده تحديدا. تمام، وهي كلها ايه يعني ثيوريز. الايتوجينيك هيرسوتيزم ده عيان بياخد اندروجين او انابوليك ستيرويد او اندروجينيك او سيستميك ستيرويدز لسبب او لاخر، تمام، او اورال كونتراسيبتيف فيها بروجستين، تمام. لذلك بقى ايه الدكتور لما يكتب لواحده، دكتور نسا لما يكتب سايكل بروجينوفا تحديدا لو في بروجستين لعيانه فيها بي سي، يقول له سمحت من فضلك يا دكتور عايزين نغيره لها بحاجه فيها اسنايل استرادايول، تمام، وعشان ما تكونش ما تعمليش الايه الهيرسوتيزم، تمام. فتاخد ناخد بالنا من الايه من الموضوع ده. طيب يبقى اذا العيانه بتاعت الايتروجينيك ده عيانه بتاخد دواء لسبب او الاخر بقت ايه بقت هيرسوت، دواء زي الاندروجينز الانابوليك ستيرويدز السيستميك ستيرويدز الاورال كونتراسيبتيف، خدت الدواء ده وبدات تطلع بدات تقول لك، ودي احنا بنشوفها كتيره جدا خصوصا اللي بتاخد اللي هم بيبقوا حاطين اللوب اللي هو الهرمونال، تمام، وتبدا ايه تطلع شعر معاها او بتاخد مثلا الحقنه او بتاخد اللي هي بتاع كل 3 شهور دي او حاطه الباتش او كده، تمام. دايما نلاقي بدات ايه تبقى هيرسيوت، ويبقى حلها لازم تشيل الايه المانوفر اللي هي حاطاه، تمام. طيب جميل قوي، الاوفيريان هيرسوتس ايه بقى هو الاوفيريان هيرسوتس؟ اوعى ما تعرفش انك في الاوفيريان هيرسوتس عندك ثلاث اسباب: ايفوريان هايبرثيكوزيس، ايفوريان تيومر، الايه البي سي او والسب تايب بتاعها اللي هو الهيران سندروم. قولوا معايا ايفوريان هايبرثيكوزيس، اوفيريان بي سي او والسب تايب بتاع الهيران سندروم، والاوفيريان ايه تيومر. دي اسمها اوفيريان كوزز اوف ايه اوف هيرسوتيزم. معايا ولا مش معايا يا شباب؟ طيب جميل، بالعقل كده يعني انا لازم اعرف اشخص البي سي او، لازم اشخص بي سي او. طب انا لازم اعرف الكرايتيريا بتاعه تشخيص البي سي او، لازم حضرتك تعرف الكرايتيريا بتاعه تشخيص البي سي او. طب ايه هي الكرايتيريا بتاعه تشخيص البي سي او؟ بص يا سيدي، بالنسبه لنا انا مش لازم يعني اشخص البي سي او، بس يبقى عندي حس او سنس ان انا اقدر اجمع الكرايتيريا بتاعت البي سي او، وبعد كده ممكن بالتبادل بالتعامل معايا ومع دكتور النساء اقدر نوصل لعلاج وتشخيص علاج مثمر للحاله دي. يعني الاوفيريان هايبر اشهر نوع من الاوفيريان هيرسوتس هو البي سي او او البوليسيستيك اوفري، تمام. طيب جميل جدا، البوليسيستيك اوفري لازم خد بالك معايا من اللقطه دي. البي سي او بقى هتشخصه ازاي؟ اول حاجه في كلينيكال، كلينيكال ده اللي هو ايه؟ قول معايا كلينيكال ده اللي هو ايه؟ كلينيكال بي سي او ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو حاجه من الاثنين، يا اما فيها هيرسوتيزم عند المريضه دي، يا اما فيها اندروجينيك الوبيشيا واكني خلاص، يا اما فيها ايه قول معايا اوبيستي ترانكال اوبيستي. العيان اللي دي هيرسيوت او كلهم موجودين، او اكني او ترانكال اوبيستي او ايه او اندروجينيك الوبيشيا. طيب جميل جدا، ايوه اكني صح كده، ده اسمه ايه كلينيكال بي سي او او ترانكال اوبيستي. طيب ايه تاني؟ في حاجة اسمها لابوراتوري، لابوراتوري اللي هي ايه؟ ده من ضمن التشخيص الدايجنوزيس في كلينيكال ولابوراتوري. لابوراتوري اللي هي ايه؟ اللي هي ابنورمال هرمونال بروفايل. انتوا عارفين الاف اس اتش ال اتش ده يبقى اكتر من 4 لواحد، بيبقى اكتر من 3 لواحد او 4 لواحد، يبقى السيرم تستيرون او الفري تستيرون بيبقى عالي. يعني الانفرتيليتي مش في الدايجنوزيس بالظبط، ترانكال اوباستي مش اي اوباستي، انفيرتيلتي مش في الدايجنوز، هي كومبليكيشن، تمام. طيب يبقى اذا في الدايجنوز بتاعي قلنا كلينيكال وقلنا لاب، حلو.
دول الاثنين على بعض او واحده منهم بواحده من التشخيص. طب الثانيه ايه؟ abnormal menses. abnormal menses دي بواحده من التشخيص. طب الثالثه ايه؟ انه بالابنومينال او ترانسفاجينال التراسونوجرافي بيلاقي ايه؟ فوليكل اكتر من 10 ملي. طيب جميل جدا. اذا اثنين من الثلاثه كرايتيريا دول بيشخصوا العيان بي سي او. اللي هم ايه الثلاثه كرايتيريا؟ ان قلنا واحده بتاعه الدايجنوست سواء كلينيكال او لا او الاثنين مع بعض، واحده بتاعه المنسز، وواحده بتاعه الايه البي سي او. اثنين من الكرايتيريا الثلاثه دول بيشخصوا عيان الايه، عيان البي سي او. تمام، مهم قوي الكلام ده، مهم قوي ده تجميع، يعني ممكن ما تلاقوش في الكتاب، فهو بيتسهل لك الامور. تمام، وغالبا مش هتلاقيه في الكتاب يعني، فعشان تبقى الامور سهله معاك. يبقى ازاي انا بشخص البي سي او، او حتى ببقى عندي ايه سسبكت ان الموضوع بي سي او؟ في سب تايب من البي سي او، المريض ده عنده ايه؟ عنده هايبر اندروجينيزم وانسولين ريزيستنس واكانسوزيس نيجرنس. اسمه ايه؟ اسمه هير ان سيندروم. الهير ان سيندروم هايبر اندروجينيزم انسولين ريزيستنس واكانسوزيس نيجرنس، ده سب تايب من البي سي او. معاه بي سي او برضه على فكره، عن عبي سي او، بس هالتايب البي سي او بنسميه ايه؟ هيران سيندروم. تمام؟ بنسميه ايه؟ هيران سيندروم. لذلك تشخيص البي سي او مش على مستوى الهيرشوتيزم بس، لا، ده على مستوى كمان ان انا بضمن للمريض ده او للمريضه دي انها انقذها من الريسك بتاع الميتابوليك سيندروم الرهيب. اكتر عيانين في ميل عرضه بالظبط، الهيران اكتر عيانين في ميل عرضه للاكانسو للميتابوليك سيندروم، وبالتالي الاثروسكلروزس والاسكيميك هارت ديزيز، هم عيانين الايه؟ البي سي او. فلازم تشخيص البي سي او ده هيفيدني قوي في علاجي، هيفيدني قوي ان انا ايه انقذ العيانه دي قدر المستطاع من مصير مش لطيف كان مستني. تمام. طيب تاني حاجه الاوفيريان هايبرثيكوزس، وهو لا يقل اهميه باي حال من الاحوال عن الايه انا نسيت اقول لكم لقطه كده في المهم قوي في الهيران سيندروم. هو ايه اللي بيحصل في الهيران سيندروم؟ في حاجه اسمها بريفرال انسولين ريزيستنس. تمام، بتعمل ايه؟ بتعمل هايبر انسولينيميا خلاص، وبالتالي بتعمل لي ايه؟ هايبر اندروجينيزم. ليه؟ لان الانسولين ده بيبايند لحاجه اسمها انسولين جروث فاكتور ريسبتورز. تمام، ولما بيعمل بيبايد الانسولين جروث فاكتور ريسبتور ده بيخلي السيكا سيل اللي هي في الاوفرز تزود الايه الاندروجين برودكشن. تمام، بتزود الاندروجين برودكشن. وحته كده برضو ثانيه ان الانسولين بيقلل السكس هرمون بايندنج ايه جلوبين، وبالتالي يزود الايه التستوستيرون. يعني الحته دي تكه ممكن تكون يعني اوفر شويه، بس حلو ان احنا نعرفها، يعني تبقى جميله قوي لما تبقى عارف الحته دي ان الانس ليه اصلا في الهيران سيندروم، يعني ليه بيحصل هايبر اندروجينيزم. لان العيانين دول عندهم انسولين ريزيستنس، واي عيان عنده انسولين ريزيستنس بالتالي بيبقى في حاجه اسمها انسولين. الانسولين ده بيبايند لحاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور 1، ولما بيبايند الانسولين لايك جروث فاكتور 1 بيعمل ايه؟ بيبروموت، بيخلي السيكا سيل تطلع ايه؟ تطلع اندروجينز، وبالتالي تخش بقى في سكه الايه اللي انتوا اللي بالكوا فيه. يبقى اول حاجه العيان اللي بيسقوا والهيران سيندروم وزن ينزل. اول حاجه العيان الهيران سيندروم ده الوزن ايه؟ ينزل، عشان الانسولين ريزيستنس دي تقل. تمام؟ في حاجه اسمها اوفيريان هايبر ايه؟ هايبر ثيكوز. انتوا عارفين البطانه بتاعت الاوفرز دي، يعني ممكن اوريها لكم كده كلام فاضي يعني مش انتوا شايفين هنا الفوليكل. تمام، وشايفين الثيكا سيلز خلاص والجرانيلوزا سيلز. تمام، الهايبر بليزيا بتاعت الثيكا انترنا بتاعت الاوفري هنا، الهايبر بليزيا بتاعت الثيكا انترنا بتاعت الاوفري لما بيحصل يوتنايزيشن، ويحصل كمان سترومال هايبر بليزيا. اليوتنايزد سيلز دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل برودكشن للايه؟ للاندروجينز. تمام، المشكله الهايبرثيكوزس بقى ان التستوستيرون ليفل بيبقى اعلى كتير من البي سي او، يعني ممكن يعدي النانو جرام ال 200 نانو جرام بر ديسيليتر. تمام، يعني المانيفيستيشنز في الاوفيريان هايبرثيكوزس
بتبقى اقوى كتير، وهو بيتشخص برضه بالالتراسونوجرافي بيبقى المانيفستيشنز اكتر كتير قوي من الايه، من البي سي او. بس ارجوك ما تنساش الحته دي وما اوعى تسقطها يعني، تمام؟ يعني حاجه مهمه جدا 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 يعني. الاوفيريان ايه؟ هايبر ثيكوزس. خلاص، يبقى احنا في الاوفيريان كوزز قلنا عندنا ان في حاجه اسمها اوفيريان هايبر ثيكوزس، وقلنا ان في عندنا الايه الاوفيريان بي سي او، تمام؟ جميل، توكلنا على الله. الكلام مفهوم لحد هنا يا جماعه ولا مش مفهوم؟ اهم من الليزر 10000 مره، اقسم بالله اهم من الليزر 10000 مره. نيجي الموضوع التاني، الموضوع التاني اللي هو فيه، انا بدور لكم على اي صور بس عشان تبقى الموضوع التاني اللي هو بتاع الايه الاوفيريان تيومرز. الاوفيريان تيومرز الموضوع معايا مختلف بقى. بيحصل هنا ايه؟ فيريلايزيشن. فيريلايزيشن يعني ايه فيريلايزيشن؟ لو بيتشد هورش هورزنس بتاع فويس، يبقى لو بيتشد، تلاقي بقى صدن وسيفير هيرشوتيزم، اطروفي بتاع البريست، تلاقي فيه كلايتورو ميجالي، تلاقي فيه مصل بالك علت، والكلام ده كله بيبقى صدن. فبقدر فبسمي الموضوع ده ايه؟ بسميه فيريلايزيشن، مش بسميه ايه؟ هاي، مش بسميه الوضع في الاوفيريان تيومرز مختلف شويه عن الهايبرثيكوزس والبي سي او. هم كلهم اوفيريان كوزس، اوفيريان كوز، بس الحقيقه في التيومر الفيريلايزيشن بيختلف عن الديفيمينايزيشن. الفيريلايزيشن هنا مريضه بتتحول لراجل، اللو بيتش ربنا يعافينا، لو بيتش فويس، لوس اوف او اتروفي بتاع البريست، انكريس في المسل بالك، سيفير هيرشوتيزم، ونوت ريسبوندنج للتريتمنت. الحقيقه دي بتبقى حالات طبعا صعبه جدا يعني، طبعا قليل ان احنا نشوفهم يعني، من فضل ربنا ما تبقاش حالاتنا طبعا يعني. طيب الادرينال كوز، ايه هو الادرينال كوز يا عم الحاج؟ الادرينال كوز في عندنا الكونجينيتال ادرينال هايبربليزيا او الليت اونست ادرينال هايبربليزيا. انتوا عارفين الادرينال هايبربليزيا دي اللي هي النيونيتال او اللي بتشوفها بقى، او الكونجينيتال، امور سهله، امبيجوا جينيتاليا بقى والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، دي سهله بتتشخص. اما الليت اونست بيبقى فيه جينيتك ديفكت في الستيرويد جينيسز، في الستيرويد جينيسز بيبقى فيه جينيتك ديفكت في الجينز كود تحديدا لل21 الفا هيدروكسيليز، وبالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل مشكله في الاسترويد سينثيسيس، تمام؟ في انواع كتير من الليت اونست هايبربليزيا. يهمني قوي في عين الليت اونست هايبربليزيا النوع اللي هو فيه ديفيشنسي في 21 الفا هيدروكسيليز انزيم، تمام؟ وده بشوف في اليورين، تمام؟ وممكن اشوف في السيرم حاجه اسمها ميتابولايت بيتراكم اسمه 17 هيدروكسي بروجستيرون، وده احسن ان انا اشوفه في الليكولار فيز، تمام؟ تاني احنا عارفين الحته دي مفهومه ولا مش مفهومه؟ الحته دي مفهومه ولا مش مفهومه؟ في حاجه اسمها ايه؟ ليت اونست ادرينال ايه؟ هايبربليزيا. ليت اونست ادرينال هايبربليزيا دي هي فيري رير ولكن بنشوفها، يبقى لازم يكون عندي خلفيه عنها. ان المريض ده بدل ما هو بيحصل له العادي الادرينال هايبربليزيا العاديه اللي بنشوفوها مع الـ مع الـ مع الـ من الاول مع ال من اول سنس بيرس، لا ده المريض ده عند سن مثلا بيبرتي او بعدها بيبتدي يمر بقى بمراحل، بيشوف فيه تغيرات بتاعه الاندروجين اكسس، تمام؟ والحقيقه ان المريض ده بيبقى عنده ديفكت في الايه؟ في البرودكشن بتاع الاسترويد، وبيبقى عنده جين ديفكت وهو اتوزومال ريسيسيف بالمناسبه. والمشكله بتاعت ال 21 هيدروكسيليز بشوف ميتابولايت بيتراكم بنسميه ايه؟ 17 هيدروكسي ايه؟ بروجستيرون، تمام؟ طيب جميل جدا. من ضمن الاسباب الثانيه حاجه اسمها كوشنج سيندروم. عارفين بقى عين الكوشنج ده بيبقى ظاهر قوي بقى، الكوشنجويد فيس بقى، المون فيس، والبفلو هامبل اللي ورا، والترانكال اوبيستي، والستراي روكرا، واللايبيتي بتاعت الانفكشن العاليه، والكاشيكسيا، سوري، واللوس بتاع المسل بالك، والعيان ده، والويكنس، والمايوباثي، كل المانيفستيشن بتاعت العيان دي بتبقى واضحه، تمام؟ زي طبعا المانيفستيشن بتاعت اللي هي اللي تهمنا احنا، اللي هي الساينز بتاعت الهايبر اندروجينيزم، تمام؟ هي ايه الكوزنج بتاعت كوشنج سندروم؟ العيانين بياخدوا ستيرويد بجرعات عاليه فترات طويله، من اشهر العيانين.
ال ESTH secreting tumor، الادرينال تيومر، تمام. دي كلها بعض الناس بنديهم بيبقى فيه اللي احنا بنسميه بقى ايه البارانيوبلاستيك اللي هو ايه لان كانسر وطلع لي اس تي اتش فبيدي لي ايه كوشنج، بس ده بيبقى رير شويه يعني طبعا، بس لازم ابقى عارف ان دي الاتيولوجي بتاعت كوشنج سيندروم. الاكسوجينس ستيرويد، الفيكوموسايتوما، تمام، الاس تي اتش سكريتنج تيومرز، البارانيوبلاستيك، الدراجز، دي الاسباب بتاعت الكوشنج. وكلينيكال الكوشنج ايه يهمنا فيه الساينز بتاعت الايه، احنا سهل قوي لما اشوف كوشنج هعرف، تمام. الساينز مهمه قوي قوي قوي، الساينز بتاعت الايه الهايبر اندروجينيزم في المريض ده. طيب ايه الادرينال تيومرز؟ فيري ريش برضو الفيراليزيشن والصدن appearance بتاعت السيمتومز والكاشيكسيا والثن والصدن لوس اوف ويت، دي كلها اللي ايه زي بيقولوا كده ميكتشر ما بين الكوشنج سيمتومز والفيراليزنج سيمتومز، بنحطهم في بعض كده وده اللي ايه السيمتومز بتاعت الايه الادرينال تيومرز. تمام، انتوا مركزين معايا ولا مش مركزين يا جماعه؟ انا حاسس ان انتوا ايه يعني مش قادرين تتكلموا ولا ايه؟ طيب نلم كده مواضيع تاني. هيرشتزن ديفينيشن، وايه الفرق بينه وبين الهايبر ترايكوزيس؟ الاندروجينز عندي ايه هي؟ طب قولوا لي ايه الاندروجينز؟ تستوستيرون، داي هايدرو جلاندستي، التستوستيرون، ايه الموضوع ده مش عارف. طيب ماشي، التستوستيرون الفري والتوتال، تمام، الاندروستنديون والاندروستنديول، ماشي، داي هيدرو جراندوستيرون والداي هيدرو جراندوستيرون ايه سلفيت. الاندروجينز اللي عندنا وقلنا بتتفرز من التستوستيرون من الاوفاريز ومن الادرينال بريفر كونفرجن، تمام. قلنا كمان قلنا الديفينيشن بتاع الهيرسوت ابنورمال كورس تيرمينال هير في اندروجين ديبندنت اريا، تمام. قلنا الفرق بينه وبين الهايبر ترايكوز، تمام. قلنا الهيرسوت اريا، تمام. بدانا نتكلم عن الايتيولوجي، وقلت اي ست تيجي ما تزعلهاش، اي ست تقول لك انا هيرسيت قلنا ايوه صح والشعر ده زياده فعلا ايوه صح، لازم تتعامل بهذا. ده حاجه اسمها كلينيكال ديفينيشن بتاع الهيرسوتيزم، بس بعد كده تقدر ايه تمانج. انت مش هتديها هرمونال، مش هتعمل لها ليزر لو هي شعرها ناعم زي ما اتفقنا، ولكن انت في الاول ايه بتعتبر اي ست عندها شعرتين زايدين بنسميه ايه؟ بنسميه هيرسوتيزم. طيب حلو قوي. قلنا الايتيولوجي عندي حاجه اسمها اياتروجينيك اللي هي عيانه بتاخد دواء من بره، تمام، بنسميه ايه اياتروجينيك. تاني حاجه قلنا ان انا عندي حاجه اسمها ايه ساها سندروم اللي هي السيبوريا والاكني والهيرسوتيزم والاندروجينيك الوبيشيا. قلنا ان انا عندي ساها دي هايبر بولر تينيميك ساها وفيريان وادرينان وايديوباثيك ساها، صح؟ طيب جميل. وبعد كده اتكلمت على الايه على الاوفيريان كوزس، وقلت ان انا عندي حاجه اسمها اوفيريان هايبرثيكوزس، وقلت ان انا عندي بي سي او والهيران سندروم، وقلت عندي نيديوباسيك هيرشوت، وقلت انا عندي سوري الاوفيريان تيومرز. وبعد كده اتكلمت على الادرينال، قلت الادرينال عندي الكونجنتال ادرينال هايبربريزيا والكوشنج سندروم والادرينال ايه تيومرز، تمام. طيب في حاجه اسمها ايه بارانيوبلاست، ان ساعات مثلا لانج كانسر يطلع تيومر بارانيوبلاست يطلع اس تي اتش، تمام، ويسموه الايه البارانيوبلاستيك هيرشوتيزم، طبعا فيري ريت. في انواع طبعا بتاعت البريفرال كونفرجن، انكريز الناس عندهم انكريز في البريفرال كونفرجن، وده ساعات كان بيتحط تحت الايه الايديوباثيك كوزز بتاعت الايه الهيرشوتيزم. الهايبر بولاكتينيميا عشان البولاكتينوما او البيتيوتري ادينوما، تمام، مايكرو او ماكرو، بيبقى بعض الناس لما بيكون عندي انكريز في البرولاكتين سواء من البيتيوتري ادينوما او من الـ من الايديوباثيك انكريز في البرولاكتين او من دراج، تمام، ممكن بيعمل لي ايه هيرسوتيزم. الثايرويد ابنورمالتيز كذلك بتعمل لي هيرسوتيزم، واشهر ثايرويد سواء الهايبر او الهايبوثايرويدزم ممكن تعمل لي هيرسوتيزم، فما انساش النقطه دي. يعني طبيعي انا بطلب تي اس اتش، طب بتطلبه من الاول ولا لا؟ عشان الكلفه محتاج تطلبه من الاول، تمام، محتاج تطلب التي اس اتش من الاول، حتى لو كان هيكلف شويه، بس
حبيبي يا محمود، وحشني والله جدا. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. لا دراج، دراج ايه اللي هي ايه؟ بتعمل ايه؟ في حاجه غير كده ان البريجنسي ساعات ممكن يعمل ايه، يعمل هيرسوتيزم، بس حقيقه انا مش مع الموضوع ده. يعني ساعات في بعض الناس كده تقول لك انا مع الحمل زاد الشعر وكده. الحقيقه حتى لو كده الموضوع ده بيبقى بيناين، وبيبقى دايما بعد البريجنسي بتبقى بتريجريس يعني. خلاص الكوليكارسينوما حقيقي من الحاجات برضو اللي ممكن تعمل. الهيباتيك بيشنت برضو لان عندهم السكشن موبايل جلوبين، انتوا عارفين بيجي من الليفر، فالكفاءه الليفر بتبقى اقل، فالسكشن موبايل جلوبين بيقل فبيزيد التستيرون، والبريفرال كونفرجن برضو بتاع التستيرون الاستراديول والسوري الاستراديول التستيرون، فده كمان بيزود الايه الهيرسيتوزم في عينين الهيباتيك. خلاص طيب 95% من حالات الهيرسوتيزم يا بي سي او يا ساها سندروم. 95% من حالات الهيرسوتيزم يا بي سي او يا ساها ايه سندروم. لا تنسى، لا تنسى، مهم جدا. طيب اشخص ازاي الهيرسوتيزم؟ في حاجة اسمها approach to case of hirsutism طبعا، ده على مستوى الكلينيكال وعلى مستوى النظري وعلى مستوى كل حاجة في الدنيا. approach to case of hirsutism ده حاجة ما فيهاش فصال. تمام؟ طيب يعني ايه برضو؟ انا جاي العيان 8 course terminal here في امروج independent area، خلاص الحمد لله بركة يا جماعة hirsutism بس كده؟ لا طبعا. بعد ما اقول ان العيان ده عنده هيرسوتيزم لازم ابتدي اقول سببه. طب انا هعرف الكلام ده منين؟ هعرف الكلام ده من ايه؟ من حاجه، من نبتدي مع بعض بقى المانجمنت بتاع الهيرسوتيزم او الابروتش للكيس. اول حاجه في المانجمنت الهيستوري، جود هيستوري تيكنج وان بريف. كل لقطه اللي انت هتكتبها مهمه جدا 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 جدا. يعني ايه؟ يعني عاده الساها سندروم دي بتبتدي تبان ايه في الهيستوري. بقى هنجيب نقط من الهيستوري ونبدا نحللها. يبقى اول حاجه الهيستوري تيكينج. اول حاجه في الهيستوري تيكينج الايج. يعني عاده الساها سندروم دي ده تكه مهمه بتبتدي من ايه، من دايما من بعد البيبرتي كده خلاص، وتبتدي ايه بروجريسيف. على عكس مثلا الهيستوريزم اللي هيجي بعد 40 سنه، في حاجه اسمها بوست منوبوزال هيستوريزم ساعات بتحصل، بس برضو لازم اشك في الايه، في الاوفيريان تيومرز. الهيرسوتيزم بعد 40 سنه لازم تشك في الاوفيريان تيومرز. ساعات هيرسوتيزم تحصل جاست بري او بوست منابوزال، دي ما فيهاش ايه مشكله. طيب الانست رابط انست مع الهيستوري اللي احنا مع الكلينيكال بيكتشر اللي احنا حضرتك بالصحه والسلامه، مع الكلينيكال بيكتشر اللي احنا عمالين بنتكلم عليها، يبقى لازم افكر في الايه، في الفيراليزيشن. ما هي فكرة التيومر بقى. يعني ايه فكرة التيومر؟ يعني عيان او عيانة فوق سن 40 سنة وجالها صدن اونست مع السيمتومز اللي احنا بنقولها مع السن المتأخر ده، لازم افكر في التيومر. تمام؟ مع الفيراليزينج سيمتومز. عيانة بعد البيبرتي وما دام الهيستوري جميل مفيد فايدة الهيستوري، عشان افكر في الايه؟ في الساعة سندروم. طيب يبقى احنا اتكلمنا في الهيستوري، قلنا في الايج والانست مهمين جدا 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 جدا. طبعا الدراج، طبعا الفاميلي هيستوري، في عندهم ليت انست هايبربليزيا، في عندهم بي سي او، في عندهم بعض الحاجات الثانيه بتاع الفيرلايزنج تيومرز. مهم قوي 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 ان انا اخد فاميلي هيستوري محترم. تمام؟ طيب الموضوع ده زاد وقل ولا لا؟ الموضوع ده ريليتد لدواء بتاخديه ولا لا؟ انت بتاخدي اورال كونتراسبتيف ولا لا؟ انت حاطه لوب هرمونال ولا لا؟ كل دي اسئله لازم اكتبها، ويبقى جنبك ورقه كده وتسجل من ضمن الهيستوري الانفيرتيليتي. يعني انت انفيرتايل، طب في بي سي او، في ليت اونست هايبربليزيا، ادرينال هايبربليزيا، في هايبر بولاكتينيميا، دي كوز بتاعت الانفيرتيليتي. تمام؟ فلازم تبقى في دماغي. طيب جميل قوي. من ستيرول هيستوري او من ستيرول سايكل،
طب ده الريجولاريتي بتاعتها هتفيدني في ايه؟ في البي سي او والافيرين هايبرثيكوزيس والنان كلاسيك الليت اونست ادرينال هايبربيزيا دايما برضو بيحصل معاها. مش دي نقط في الهيستوري مهمه جدا؟ ورقه وقلم يعني زي راي الراجل اللي هو ورقه وقلم واكتب يا ست الكل. ده احنا برضو هنعمل كده، ورقه وقلم واكتب يا ست الكل. كل كلمه معاكي ما يخسرش، ما ده الدكتور الكبير انه هيكتب كل كلمه هتفيده في تشخيص المريض، وبالتالي في الديسيجن، وبالتالي في الدواء، وبالتالي في البروجنوزس بتاع المريض بتاعه بعد كده، تمام؟ وبالتالي في ثقتك في نفسك. ابتدي اول حاجه في الاكزامينيشن. في الاكزامينيشن اول حاجه مهمه عندي ايه؟ الشاطر اللي هيقول لي اول حاجه في الاكزامينيشن تهمني ايه؟ اول حاجه لا رد عليا والله ما هو مش هينفع كده. مين يا جماعه اللي هيقول لي اول حاجه في الاكزامينيشن بتاع الهيستوري بيشنت اول حاجه ببص عليها ايه؟ ها؟ ماشي، هو بخلاف الديستريبيوشن بتاع الهير، بخلاف الديستريبيوشن بتاع الهير اول حاجه انا ببص عليها، ما هو اكيد انا ببص على الديستريبيوشن بتاع الهير، بس بخلاف ده ايه اول حاجه المفروض ان انا افكر فيها؟ ماشي يعني بخلاف الهير، بخلاف الهير ايه اول حاجه ببص عليها في المريض؟ فكروا كده ايه بتفتكروا ايه يعني؟ عينها هير سيوت، بغض النظر يا جماعه عن الهير، بغض النظر عن الهير ببص على ايه؟ ايه تفتكروا ايه اللي بيلفت نظري؟ لا شيفرلايزنج سنتر. ماشي، هو ايه بقى اللي يخليني اشك ان المريضه دي بي سي او؟ ده كي محترم، ايه اللي يخليني اشك ان المريضه دي بي سي او؟ ممكن يديني كي انها ده بي سي او او اوفيريان او كده. الاوبستي يا جماعه، الاوبستي، الاوبستي ده كي رائع، الاوبستي ده كي رائع، ده الاوبستي دي لوحدها تعمل لي هيرش تيرس بالظبط كده يا دكتور. لا مش الاي جي دي، الاوبستي دي لوحدها، الاوبستي دي لوحدها تعمل لي ايه؟ تعمل لي هيرش تيرس. اول حاجه ببص عليها في المواد في ترانكر اوبستي ولا لا؟ اول حاجه ببص عليها مش تاني حاجه. ده خد عني ده، دي هتقول لي المريض دي ممكن تكون بي سي او، فممكن المريض دي كوشنج، يعني هي لو اوبيس 90 او 95% دي مش ادرينال، خلاص شكرا شكرا، وفرت عليها تحاليل، وفرت عليها مصاريف، وفرت على نفسي وجع دماغ بقى في التشخيص، صح؟ يا جماعه الاوبيستي هي اول حاجه ببص عليها في ترانك الاوبيستي ولا لا؟ يا جماعه الترانك الويست دي لوحدها بتقلل 6 هرمون بوينت جلوبين، وتزود الايه؟ التستستيرو، وتزود البريفرال كونفرجن للتستستيرو. ايه ده لو ما عندهاش اي حاجه وروحي فيس يا ماما هتلاقي الامور بقت اتحسنت. انتوا واخدين بالكم؟ اول حاجه ببص عليها لايه؟ اول حاجه ببص عليها لايه؟ اول حاجه ببص عليها يا جماعه الويست، ما تنساش ده. انا عارف والله هو الموضوع شويه يعني، حتى بفكر انا اقول التريتمنت المره الجايه مع مع الـ مع الـ مع البيجمنتد ليزر، ليزر للبيجمنت او بيجمنتد ليزر، بفكر اقول المره الجايه معاه التريتمنت، لان الموضوع معلش تقيل شويه، بس انا حابب ان انا افصصه لك لان هو مهم جدا، تمام؟ طيب وانا عارف ان انا ممل شويه بس معلش استحملوني يعني. طيب ما احنا هنكمل بس يعني ايه يعني ممكن نوصل لحد التريتمنت ونخلي التريتمنت بقى مع الثانيه مع التكه الثانيه. طيب البريزنس بتاعي ايه؟ في حاجه عبيطه كده برضو انا بسال عليها انا والله، في النبل بيجيب في جلاكتوريا ولا لا؟ يعني دي حاجه من ساعات بت 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 بتفيد شويه. الساينز بتاعت الفيراليزيشن لازم ابص عليها واسال عليها. طبعا الحاجات اللي حضرتكوا اساتذه فيها وقلتوها لازم ابص على ايه؟ انا يعني الكومن كومن الديستريبيوشن بتاع الهير طبعا،
اشوف بقى دي بريفرال ولا سنترال. بريفرال مع الاوفيريان، سنترال مع الادرينال. هل في الاوبيز ولا ثين؟ الحاجات دي طبعا حضراتكم سيد من يقولها، تمام. لكن انا برضو دوري ان انا الفت نظركم لحاجات ممكن تكون غايبه. حته الترانك الاوبستي في عين الهيرسيوت لازم وحتما ولا بد ابص عليها، واخدين بالكم؟ طيب ايه تاني ممكن انت ايه تكون مش واخد بالك منه؟ الاكنسوزس. الاكنسوز نيجر كانس مهم قوي تبص على عيان الاكنسوز. الهيران سندروم قلنا زي ما حضراتكم عارفين، قلنا الانسولين في انسولين ريزيستنس على المريض ده، وبالتالي الانسولين هنا بيزود بيروح يبايند على حاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور 1، وبالتالي ده بيزود الايه، بيخلي التيكا سيلز تطلع لي ايه اندروجينز، وبالتالي تعمل لي الهيرسوتيزم. فلازم ابص على عيانه اللي ايه العيانه اشوف فيها اكنسوزس نيجر كانس ولا لا، تمام. يبقى في سايت ستارت لاكنسوزس، والفرق بين الاكنسوز والسولو اكنسوزس مش من الهيستوري. احنا قلنا في الهيستوري بقى يا جماعه، مش يعني ممكن هنيجي على الهيستوري دلوقتي. الهيستوري احنا قلنا في الهيستوري، تمام. دلوقتي احنا بنقول اكزامينشن، هاو تو اكزامين البيشنت ده. يعني انا بقول طيب في حاجه اسمها بودي ماس اندكس، يعني يستحب ان انا برضو اعرف ايه، اعرف البودي ماس اندكس ده او اطلبه من البيشنت. ممكن تعمله صعب قوي طبعا ان انا اعمل بلج ابدومينال اكزامينشن، يعني اشوف بقى الايه في ابدومينال، في بقى هبات سكوينوميليا في بتاع، يعني الكلام ده شويه ايه مش تبعنا، يعني مش هنعمله يعني. والاكزيلا المهم ان انا عايز اضيف لك بقى من اشهر سايتس بتاعت الايه الاكنسوزس هي الناكلز، تمام. دي من اشهر سايتس بتاعت الاكنسوزس اللي ممكن تكون غافله عنك، ما هو زي ما الدكتور ولاء قال لك في النيم اوف ذا نيك الاكزيلا، ممكن الجروين اراوند النيبل تحت البريست، دي السايتس الاشهر. بس من ضمن السايتس الايه من ضمن السايتس المهمه جدا في الاكنسوزس النكل والايه والمنطقه بتاعت الايه الفور هيد والبيري اوريكولار اريا، تمام. يعني زمان كان بنقول نشوف العيانين دول على طول نقول ايه اوكرونوزس، تمام. ال ال نشوف العيانين نقول ايه اوكرونوزس، خلاص. العيانين اللي عندهم ايه هايبر بيجمنتد باتشز او بلاكس بتبقى موجوده على المنطقه بتاعت التمبورال اريا او الفرونتال اريا، دي كنا بنقول عليها زمان على طول بنقوم ضاربين كده نقول لك لا انا عندي اوكرونوز وبتاع. هي دي بيبقى فيه فيلفتي ابييرنس كده، تمام. لا هو الكلام مش على البي سي او، مش بتوع نسا، الكلام على الهيرسيتيزم. كمان على البي سي او يا جماعه، لا والله انا بشرح جلدي. طيب الهيرسيتيزم يبقى لما اكون الاقي الهايبر بيجمنتد باتشز او بلاكس اللي موجوده هنا دي، تمام. دي عادة بقت بنحطها مع الايه مع الهش مع الاكنسوزس، خصوصا كمان الايه الليجنز بتبقى موجوده على النقل. العين دي بيبقى غالبا عندهم انسولين ريزيستنس، وانت لو شاطر قوي بقى قوي 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 تقوم عامل للمرضى دول ايه اكزامينشن اللي بتعملهم فاست بوست جرانديال بلاد شوجر، وتعمل لهم سيرم انسولين فاستنج وبوست جرانديال، وتعمل لهم بقيه الحاجات بتاعت الميتابوليك سندروم كلها، تمام. ولا عنده مش دعوه تخين ولا رفيع على فكره، تمام. فخد بالك من التكه دي، ده على مستوانا احنا. يعني لما تلاقي مثلا واحده وسنها صغير بالذات وعندها اكنسوز في الاماكن دي تحديدا اللي هي الايكرال دي، اعمل لها على طول ايه فاستنج بوست جرانديال بلاد شوجر، واعمل لها سيرم انسولين فاستنج بوست جرانديال بلاد، تمام. معايا يا شباب؟ سيرو فاج بقى وجلوكو فاج والحاجات دي، وده اسمه جلايكوجينيتد هيموجلوبين، ده 1 سي. اي 1 سي ده اللي هو بتاع الثلاث شهور اللي فاتوا، يديكي بقى ايه هنت كده عن الثلاث شهور اللي فاتوا كان اخبار السكر فيهم ايه، تمام. السيلو فاش طبعا كويس جدا، يعني ان انت تدي سيلو فاش يعني مش حاجه بتحول الحقيقه، بس يعني. طيب في حاجه اسمها فريمان جيل واي سكيل، ده حاجه عبيطه كده في التشخيص بتاع الهيرش فيز الكلينيكال،
قال لك ايه؟ بس يا عم احنا نحط كرايتيريا ظريفه كده عشان نشخص والامور تبقى ايه شغاله سهله وطبعا ده كلام لا يعقل ان انا اقلع المريض لمؤاخذه يعني سلبوده كده واقعد بقى احط الايه الفري مين جيوي ده لازم اوريك صورته حاجه يعني حاجه اكاديميك كده. قال لك ايه؟ عندي 8 اماكن في الجسم تمام؟ الثمان اماكن اللي في الجسم دول حسب نسبه الشعر الكورس تيرمينال اللي فيهم هقول المريض ده هي سويت بدرجه كام؟ تمام؟ واقول بقى ان هو والله المريض ده من 4 ل 15 يبقى مايلد تمام؟ ومن اكتر من 15 يبقى مودريت سيفير هي سويت مع اني مايلد. الحقيقه مع اني مايلد كمان تمام؟ يعني اول حاجه المستشفى شايفين بقى مثلا الايه الديجريز اللي عند المستشفى اللي عند التشين اللي عند الايه الميدستيرمن خلاص اللي عند الترانك اللي عند البيوبيك اريا والجراين تمام اللي عند الميديال اسبكت بتاع الفور ارمور فور ارم اللي عند الثار اللي عند الباك اللي عند السكرال اريا خلاص كلام لا يعقل. يعني انتوا متخيلوا يا جماعه ان انتوا هتعملوا يعني اقلع المريضه واخليها مثلا تقف قدامي واقعد اعدلها كده يعني الكلام مش ما يسويش جنيه يعني ما حدش هيعمل الكلام ده تمام. بس انا بقول لكم لازم تبقوا عارفينه يعني ما ينفعش ما تبقوش عارفينه خلاص. لكن عمائل ما صعب لو حد منكم يعني هيعمل كده ما اعتقد الموضوع ده نظري اكتر او يعني يخص البحث العلمي اكتر يعني تمام. طيب لطيف خالص الكلام اللي انت بتقوله ده. انتوا حبايبنا قعدوا يقولوا ان احنا في عندنا الديستريبيوشن بتاع الهير والاجا والكلام ده جميل جدا جدا جدا. لازم اعرف بقى ان اللاترال يعني اللاترال سايد بتاع الايه الاريلا او النيبل او اللاترال سايدز بتاعه النيك او اللاترال سايدز بتاعه التشست خلاص دول دايما راح مع الاوفيريان كوزز. السنترال تمام من البيوبيك والابدومينال بارت كده والنيك والتشين ده ماشي اكتر مع الادرينال كوزز تمام. الثين بيشنت ماشيه مع الادرينال. انا قعدت اقول مفيش بنفيت والله بس لازم سيورتك لازم تبقى عارفاه. والمش الثن ماشي مع الادرينال والاوبيز ماشي شويه مع الايه مع الاوفيريان كوز خلاص. طيب اطلب انفستيجيشن ايه يا عم الحاج؟ اطلب انفستيجيشن ايه يا عم الحاج؟ مبدئيا كده انا هعدي لك الانفستيجيشن وهعدي لك بص بيبقى في ايه ونيجاتيف بيبقى في ايه تمام معايا ولا مش معايا؟ اعدي لك الانفستيجيشن واعدي لك بص فيه في ايه نيجاتيف بيبقى في ايه واقول لك تطلب ايه امتى. طيب السيرم اول حاجه نبتدي سيرم تستوستيرون اللي هو النورمال بتاعه من 20 ل 90 نانو جرام بر ديسيليتر. جميل هرمون ولا ايه؟ ما عارفين. انا طبيعي ان انا بطلب التوتال هرمون التوتال تستوستيرون الاحسن. طيب والله لو انا في امكانيه ان انا اطلب يبقى اطلب التوتال والفري. مفيش امكانيه بطلب التوتال انا عشان هيجي على هواك وكلام هيجي على هواك اهو تمام. طيب التوتال الاول او التوتال نورمال او التوتال او المريضه تقدر تعمل الاثنين يبقى التوتال والفري. جميل جدا. النورمال من 20 ل 90 نانو جرام بر ديسيليتر. لما تكون اكتر من 90 او من 100 بيبقى الاوفيريان كوزس. بس اهم حاجه ان انا لو اكتر من 200 لازم اشك في ايه؟ في تيومر. لازم اشك في ايه؟ في تيومر. لكن مايل تو مودريت انكريز هتبقى الاسباب ما فيهاش تيومر باذن الله. طيب السيرم تستوستيرون الفري والتوتال دول بيفرزوا بايه يا عم الحاج؟ 25% اوفيريان و25% ادرينال. طيب جميل قوي. و50% بريفرال كونفرجن. اذا ليهم لازمه قوي؟ يعني هم لما الاقيهم عاليين هيقولوا لي هيحلفوا لي ايه هو يعني الديفكت في ايه؟ لا بس الحقيقه هم دايما عاليين في الاوفيريان ساحب دايما عاليين في الاوفيريان ساحب ودايما عاليين في البي سي او. اذا لازم اطلبهم. هم مش دايجنوستيك ولكن هم دايجنوستيك للبي سي او والاوفيريان ساحب مش دايجنوستيك للاوفيريان كوز اوف هيرسوتيزم وهناك فارق عظيم. الدايجنوستيك الاوفيريان كوز حاجه اسمها اندروستنديول والاندروستنديول ودول ما بنعملهمش. الاندروستنديول والاندروستنديول ودول ما بنعملهمش او كيتس مش موجوده او وات ايفر او لو متوفر بيبقى غالي جدا.
اذا الدايجنوز بتاع الاوفيريان يعني هتقول لي طب ما هو سيرم ستون ده دايجنوستيك؟ لا، لان هو ممكن يكون عالي في الادرينا. طيب امال انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان في الهايبر سيكوزيس انا هشخصه ان هو عالي ومعها اللاب، وفي البي سي او ان هو عالي ومعها بقيه الدايجنوستيك كرايتيريا، وفي الاوفيريان ثاها ان هو عالي والكلينيكال ماشي معاها. وصلت؟ وفي الاوفيريان تيومرز هيبقى عالي شوكي قوي، اذا هو ممكن يكون دايجنوستيك. جميل؟ جميل قوي. طيب اخش على حاجه بعد كده اسمها الداي هيدروجاندوستيرون او الداي هيدروجاندوستيرون سلفيت. الداي هيدروجاندوستيرون ما تطلبوش. ليه؟ لان هو مش دايجنوستيك. ليه؟ لان 20% من الاوفرز و80% من الايه؟ من الادرينال. امال ايه بقى؟ اطلب الداي هيدروجاندوستيرون سلفيت او الدهيه اس بالبلدي كده، عشان هو ده اللي دايجنوستيك بتاع الادرينال ايه؟ الادرينال ايه؟ ساها. والادرينال كوزس، لما هتلاقي كوشنج هتلاقيه عالي، لما هتلاقي ادرينال ساها هتلاقيه عالي، لما هتلاقي اي ادرينال كوز هتلاقيه عالي. بناي لما الاقي دهيه اس فوق 700 مايكروجرام بر دي سي لتر يبقى ده دايما ماشي مع الادرينال كوز. اكتر من 900 ممكن افكر في ادرينال تيومر. الكلام ده غايه في الاهميه والخطوره. اتفقنا؟ يبقى احنا قلنا السيرم والفري والاندوستنديول والاندوستنديول، وقلنا الايه؟ الداي هيدروجاندوستيرون سلفيت والداي هيدروجاندوستيرون. تمام؟ طيب بعد كده في عندي ايه؟ في عندي حاجه اسمها 17 هيدروكسي بروجستيرون. 17 هيدروكسي بروجستيرون وهو ايه بقى 17؟ ماشي، بس لازم اعمله مع حضرتك، بس لازم اعمله. لو ايه؟ لو كلينيكال اوفيريان انشوتيز. طيب ممكن اشوف حاله كلينيكال اوفيريان انشوتيز واعمل لها لاب يطلع نورمال. ماشي، هو اوفيريان انشوتيز البي سي او ممكن يكون اللاب نورمال على فكره. هي دي التكه بقى، ما هو البي سي او ممكن يكون اللاب نورمال، صح ولا انا غلطان؟ ممكن يكون لاب نورمال عادي جدا. ممكن يكون اوفيريان ساهل وما فيهاش لاب عادي، وده طبيعي جدا عادي. مفيش اي مشكله. واخدين بالكم؟ طيب ال 17 هيدروكسي بروجستيرون، وده انتوا عارفين الميتابولايت اللي بيحصل لما بيحصل فيه ديفيشنسي 21 هيدروكسيليز. طيب وده انا بقيسه امتى؟ بقيسه من 7 ل 9 صباحا في الايرلي فوليكولار فيز. مهم جدا في الايرلي فوليكولار فيز ال 17 هيدروكسي بروجستيرون في تكه كده عشان ااكد تشخيص الليت اوتوس ادرينال هايبربليزيا. ادي المريض ده 1000 وحده من الاس تي اتش واقيسه تاني. هلاقيه ايه؟ هلاقي سوري، اديله 250 مايكرو جرام الاس تي اتش واقيسه تاني، هلاقيه عالي فوق ايه؟ فوق 1000. Then how to deal؟ I will tell you ان شاء الله. بس انا مخلص يعني في الاخر كده. تمام؟ بس هو الموضوع اصلا تقيل يعني ورخم، فهو لسه في كلام كده. طيب اذا انا عندي حاجه اسمها 17 هيدروكسي بروجستيرون لازم اطلبه، لازم يا دكتور؟ والله بص كلك نظر بقى، انا بقول لك هو ايديال لو انت في امكانيه انك تطلبه يبقى لازم تطلبه. امكانيه ماديه يعني، يا اما اطلبه من الاول او اطلبه من الاول. برضو هتعامل معاه ازاي؟ ماشي، في امكانيه اطلبه من الاول او اطلبه من الاول. طب لو ما فيش امكانيه عينه يعني، يقول لك نظر بقى عينه ويز وبتاع، ما تطلبوش عينه سن، لازم تطلب صح. طيب 17 هيدروكسي بروجستيرون بطلبه يتقاس من 7 ل 9 صباحا، اطلبه في الايرلي فوليكولار فيز. يا حبذا لو عملت حاجه اسمها اس تي ستيميليشن تيست، اديت المريض ده 250 وحده وقست له بعدها بساعه او بساعتين بلاقيه عالي لايه؟ ل 1000. الطبيعي ان هو اقل من 80 نانو جرام بر ديسيليتر. لو عالي فوق 200 يبقى ده يشخص ليت اونست ادرينال هايبرمنس. مع الالترا ساوند بقى بتاعك او السي تي اللي هيتعمل او الام ار مع الاس تي استيميشن تيست اشخص المريض ده ايه ليت اونست ادرينال هايبرمنس. ان انا هعالجها؟ لا طبعا، انا بعتها بقى على الراجل بتاع النفرولوجي او بتاع البطنه بقى او بتاع الايه؟
something like that مش تبع يعني او بتاع الايه الاندوكرينولوجي دي مش حالتي انا تمام. لما تلاقي فيه ريجولار منسز يستحسن برضو او جالاكتوريا او حتى من غير كده لو فيه ريجولار منسز يستحسن تطلب سيرم برولاكتين برضو. ولو ان البرولاكتين ده ملوش مقياس وشوف بقى عشان تشخص ان في عندها هايبربرولاكتينيميا لازم تطلبه ثلاث مرات من فرق من كل واحده ثانيه على الاقل ثلاث ايام لان هو ممكن يعلم على الاكسرسايز يعلم على الثايرويد او النورماليتيز يعلم على السليب يعلم على الايموشنال يعلم على دراجز كتيره فما هوش ايه ما هوش تست عليه القيمه قوي. فانا لو منك مش هطلبه وانا مش هطلب السيرم برولاكتين تمام. طيب هعمل ايه تاني؟ والله الاف اس اتش والال اتش يعني ايه ماشي انتوا عارفين ان الال اتش اف اس اتش ريشيو بيأكتر في البي سي او بيبقى اعلى من التريبل النورمال ريشيو بتاعه يعني الحقيقه مش يعني ما ادلكش نصيحه انك تطلب اف اس اتش والال اتش تمام. ما ادلكش نصيحه خالص انك تطلب اف اس اتش والال اتش يعني بس عشان تبقى عارف ان الال اتش اكتر والاف اس اتش ريشيو بيبقى اكتر من ايه من 3. التي اس اتش من الحاجات المهمه قوي انك تطلبها عشان الثايرويد ابنورمالتيز ويستحسن تطلبه من الاول. الدايبيتيك سكرين مهم قوي ان انا اطلب المريض سيرم انسولين عشان انسولين ريزيستنس اهم من الفاستنج وبوست برانديال بلاد شوجر. سيرم انسولين مهم جدا هتعمل لي فاستنج وبوست برانديال سيرم انسولين مهم جدا 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 تمام جدا. اوعى حد ما يطلبش سيرم انسولين للمريض خصوصا المريض ده اوبيز خصوصا لو انت شايف اكنسوزس. هتقول لي يعني من الاول اطلبه طب اعمل ايه طب المريض بفلوس احنا انتوا عارفين النهارده الحاله الاقتصاديه ولا 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 لو اوبيز واكنسوزس لو ما طلبتوش تتضرب بالنار على طول تمام. لكن لكن في الطبيعي لو سن او بقى هو يعني زي ما انت شايف كده ايه عنده فاميليا بي سي او او الدنيا يعني ايه ظاهره قوي واضحه قدامك مش لازم يعني ايه تطلبه. طيب هل انا اعمل المريض ده سي تي وابدومينال وام ار؟ لا والله الحقيقه ممكن بلفي ابدومينال الترا ساوند كافي قوي ان انت تعمله له ايه على الايه على على البلفز ده هيبقى كافي جدا 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 يعني. الترانس فاجينال الترا ساوند طبعا هيبقى احسن. الترانس فاجينال الترا ساوند طبعا هيبقى احسن. انا هقول لكم تريتمنت كمان بس هو طبعا الموضوع هيبقى تقيل شويه بس هقوله لكم تمام يعني ممكن 10 دقايق نقول فيها المانجمنت او التريتمنت يعني. طيب حلو انا شخصت وعرفت يا دكتور دي طلعت حاله بي سي او هتعمل ايه؟ انا بس بددش معاك سطرين كده الاول قبل ما اقول لك اللاينز. طلعت حاله بي سي او هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتبعتها للدكتور الطبيب نسا؟ هي من غير ما انت تبعتها حضرتك لو التي سي او ده بي سي او ده عامل انفيرتيلتي هتكون متابع معاك تمام. لو عمل لها الريجولار منسز ورخمه قوي مضايقاها هتكون هي رايحه لها قبل ما تجي لك اصلا تمام. اذا مفيش ضروره قوي انك تتابع معاه الا لو هي داخله على جواز او عايزه اتشيف بريجننس ده مش تبعك طبعا هتقول لها تروح. لكن طبيب النساء لو هي راحت له قبل الزواج ده عاده يعني واللي احنا شفناه واعتقد شفته كده لو راحت له قبل الزواج عشان مشكله هيرسيوت هيقول لها كبري دماغك وانسي. قالت له طب لو انا عايز البيريود تيجي هيقول لها مش لازم تيجي او ممكن يديها دايان يظبط لها البيريود كده شويه وخلاص. واخدين بالكم؟ فعاده خدوا بالكم من اللقطه دي يعني مش لازم قوي لو هي مش مقبله على زواج او هي كذا انت شخصت ان هو بي سي او مش مشكله بتعرفها انها فيها تكيسات هي من قلقها ممكن تروح لطبيب النساء. لكن في الاغلب انت مش لازم يعني ايه لان هو طبيب النساء مش هيعالج الجلد اللي فيه تمام. طيب ومش هيديها اكتر من الديان والاندرو او الاندرو كيور يعني والالدكتون والحاجات بتاعتنا. طيب لو المريضه دي يا دكتور اديها هرمونال ايه واديها بتاع هقول لكم دلوقتي. طب لو المريضه ساها سندروم عاديه عاملها ليزر بس تبقى غلطان. المريضه ساها سندروم ومفيش بريجنسي مش ناوي مش متجوز او متجوزها وجوزها مسافر او متجوزها ومش هتحمل دلوقتي او بوست من ابوزل وات ايفر ساها سندروم لازم تاخد انتي اندروجين زيها زي بي سي او. الساها سندروم لازم تاخد انتي اندروجين زيها زي الساها سندروم اوعى تنسى اللقطه دي. الساها سندروم هتاخد انتي اندروجينز زيها زي الايه؟
زي البي سي او. جميل. طيب الليت اونست ادرينال هايبربليزيا دي حالتك ولا مش حالتي؟ هذا بتاع الاندوكرينولوجي او النفرولوجي مش تبعنا. طيب جميل قوي. طب الكوشنج سندروم بتاعتك؟ لا مش تبعي. طب الاتروجينيك كوزز تبعك؟ ممكن تبعي لان انا هخليه يبطل الدواء، بس لو بياخد الاسترويد لسبب ما هيبقى بالتنسيق مع الايه؟ مع طبيب الايه؟ تنسيق مع الطبيب. انا في حاجات ما قلتهاش عشان تلاقيها مكتوبه في الكتب القديمه اللي هو الديكساميثازون تيست، انا مش عارفها يعني. بس عشان هتلاقيه في الانفستيجيشن ده ما عادش موجود في الكتب الجديده، تمام؟ فعشان كده انا ما قلتهاش، تمام؟ انا مفوتها بمزاجي. طيب انتوا عارفين طبعا في اللاينز بتاعت تريتمنت في كوزموتيك لاينز بقى زي البليتشنج والابليشن والكلام ده كله، انتوا سيد مني عارفينه يعني، ده طبعا ايه مش محتاج ان انا اقول لكم فيه. طيب الليزر استفدنا فيه المره اللي فاتت، انا عايز بس اقول حاجه لو سمحت هعيد تاني ان الفلوس جايه جايه. ما احنا بدا بعد الولاده مباشره في نوع اللي هو البوست بارتم وعاده بيرجريس، لو ما رجريس هو ممكن تكون ساها سندروم وممكن تكون بي سي او واتجوزت وخلفت عادي، انت تمانجي عادي جدا يعني، هي متجوزه ومخلفه ومش مشكله. هو يا جماعه معلش البي سي او مش بيساوي انفرتيلتي، يعني البي سي او مش بيساوي انفرتيلتي. البي سي او ممكن يكون موجود وحملت وخلفت وعادي والدنيا ما فيش اي مشكله من غير ما تاخد حتى حاجات تعمل اندكشن للفيوليشن، تمام؟ ف يعني او يعني خد حاجه بسيطه ومعالجته وما تعرفش يعني، حتى عندها تكيسات والامور كويسه وبدا الشعر يزيد قوي بعد الحمل، ممكن بدات تاخد اورال كونتراسيبتيف بعد الحمل، ممكن يعني لازم ممكن يكون سهل مش مشكله يعني. لازم تدوري في الكوز كويس يعني مش فكره انها متجوزه وحملت انها هيكسكلود الاذر كوز، لازم اجيب ورقه وقلم كده وادور معاها في كوز كويس قوي. مفيش خلاص تبقى سهل. هيرسوتيزم واكني وانجيونيكا روشيا وسيبوري. طيب لو سمحت ايوه بالظبط يعني في حالات طبعا مخلفه بي سي او فلا مش مشكله يعني. طيب لو سمحت من فضلك زي ما قلنا اتفقنا المره اللي فاتت مع بعض ان حطينا قاعده كده ان الفلوس جايه جايه باذن الله، ولكن اللي مش هيتعوض ان احنا ايه ضميرنا يكون مخالفين، وعشان ما يبقاش شكلك وحش قدام المريض وعشان ما يبقاش شكلك وحش قدام نفسك من فضلك بعد اذن حضرتك اعمل اللي احنا اتفقنا عليه في المحاضره دي. ما تجيش المريضه هيرسيوت وتستسهل تعمل ليزر وحين ميسره ابقى اعمل الانفستيجيشن. احنا اطباء جلديه قبل ما نكون اطباء، قبل ما نكون اخصائيين ليزر او استشاريين في الليزر او في علوم الليزر زي ما بيقولوا، احنا اطباء جلديه. اذا دورنا الاول ان انا اشخص المريض بتاعي. اذا لو ما شخصتوش يبقى انا بخالف ضميري. اذا لو انا عملت ليزر بس من غير ما اعمل انفستيجيشن يبقى انا مش ماشي تمام. عشان لو حصل بعد كده مشكله او بارادوكس المريضه ما اتحسنتش او ما لسه فيها المونا ابنورمالتي يبقى ايه؟ يبقى مش هتبقى تمسك في رقبتك. اتفقنا؟ طيب. وزي ما قلنا نعيد وزيد تاني وعاشر. الماده شيء مهم وكلنا محتاجينها، بس مش هي اللي هتحركنا. لو الدنيا اتشالت مش هي اللي هتحركنا. مش هي اللي هتحركنا، اللي هيحركنا الكتاب بتاعنا. كتابنا ده اللي هيحركنا وضميرنا. تمام؟ طيب. اذا جات لي المريضه وعملت الانفستيجيشن وشخصت وخدت قرار ان انا اعمل ليزر اللي اي نوع هير سيوت اقدر اعمل ليزر زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. طيب اللي بعد كده ادي علاج امتى وفين وازاي؟ خد عندك اول حاجه في التريتمنت هي ايه؟ اول حاجه في التريتمنت في الدراج اللي بتعمل اوفيان، لا ما ناجلش الليزر ولا حاجه، نبتدي الليزر مع العلاج. هبتدي ليزر مع العلاج مفيش تأجيل ولا حاجة. الأورال كونتراسبتيف بيلز هي الفيرست لاين فور تريتمنت اوف هيرسوتيزم حتى الأدرينال كوز. أي نعم لحضرتك. حضرتك لما بتستعمل في الأورال كونتراسبتيف استروجين أند بروجستيرون
كومباينيشن في الاورا كونتراسبتيف، بعمل بقلل الجونادوتروفين سكريشن، بزود الليفل بتاعت السكس هرمون بايندنج جلوبولين، بعمل انهيبيشن للادرينال والاوفيريان اندروجين برودكشن، بقلل الانتي اندروجين سايد افكتس. اما لا بعيدا عن ده، احنا دلوقتي بنتكلم في الاورا كونتراسبتيف. هو ذا فيرست لاين اوف تريتمنت اوف هيرشيتز هو الاورال كونتراسبتيف. ليه؟ الكومباينيشن بتاع الاستروجين بروجستيرون ده بيديك فاسيليتي رائعه انك تقلل الاندروجين وتقلل الادرينال والاوفيريان اندروجين برودكشن، تزود السكس هرمون بايندنج جلوبولين وتقلل الجونادوتروفين سكريشن. رقم واحد. رقم هقول لك تدي ازاي وتعمل ايه كل حاجه. رقم اثنين، هخش على حاجه اسمها اندروجين ريسبتور بلوكر، اللي هم ايه؟ اول واحد في الاندروجين ريسبتور بلوكر اللي هو ايه؟ الاسبيرون لاكتون. الاسبيرون لاكتون ده شيء غريب جدا، هو اندروجين ريسبتور بلوكر، هو 5 الفا ريدكتيز انهبيتور، هو عنده ويك بروجستيرون لايك اكتيفيتي، وكمان مش بس كده بيقلل الايه؟ الاوفيريان اندروجين برودكشن. يبقى اذا الاسبيرونولاكتون من الحاجات الرائعه والكور في علاج الهيرشوتيزم، سواء اوفيريان او حتى ادرينال هيرشوتيزم اقدر اديها الدكتون. ليه؟ ان الاسبيرونولاكتون هو اندروجين ريسبتور بلوكر بدرجه كبيره جدا، يليها هو له 5 الفا ريدكتيز انهيبيتوري افكت، كذلك له فاريبل بروجستيرون لايك افكت او مايلد بروجسترون لايك افكت، هو كمان بيقلل الاوفيريان اندروجين برودكشن. اذا هو من الحاجات البرومسنج والرائعه في علاج ومينيمال كومبليكيشن وسايد افكت. طيب حضرتك هتديه ازاي؟ خد بالك عين الاو سي بي لما بديله الدكتون لوحده مش حلو. ليه بقى؟ لان هو ممكن يعمل له ابنورمال تراين بليد. خد بالك من التكه دي، لازم تدي مع او سي بي. واصله دي تكه كده ماشي. انا هديله ايه؟ هديله ازاي؟ الايديال ان انا اديله قبل الفطار، ما ينفعش ودواخه وعمله خلاص هديله مع الفطار او بعد الفطار. هديله 50 لو صبر القاتل على المقتول، انا لسه هقول والله. هديله 50 مللي جرام قبل الفطار، هبدا ال 50 مللي جرام دي ازودها كل اسبوع لما اوصله 200 مللي جرام او 100 مللي جرام او 100 مللي جرام توايس او 200 مللي جرام قبل الفطار يوميا. محدش هيستحمل 200 مللي جرام دي قبل الفطار، فهنخليها له مثلا 200 مللي جرام دي بعد الفطار. ال 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 في بيبرز، عشان انت طبعا هتلاقي حد مثلا قرا مره، انا قريتهم اصلا اكتر من بيبر يمكن عدوا ال 10، متكلمين ان الايفكت بتاع ال 50 مللي جرام ما بيزيد، الافكت سوري بتاع ال 200 مللي جرام ما يزيدش كتير عن ال 50 مللي جرام. وحقيقي بجد انا جربتها فعلا حتى في الكلينيكال، الفروق مش كبيره قوي. طب ايه اللي يخليني بقى اخد حاجه اندزايرد سايد افكت تدخلني بقى في مشاكل بريست تندرنس او نورمال تراين بليدنج وبتاع وعلي في الجرعات قوي تمام، والهايبركاليميا اللي ممكن تحصل، عشان كده بعمل سيرم بوتاسيوم كل 3 شهور. فالحقيقه لا، انا اجوز ان انت تبتدي 50 اقصى حاجه تعدي ال 100 يعني، وبالتابع والله يعني هجيب الديزاير ده افكت على ال 100 برضه. اتفقنا؟ طيب ايه هي السايد افكتس بتاعته؟ الهايبوتنشن، الهيريك، السنكوب، الدراينس باج، الديسبيبسيا، الجي اي تي، الالكترولايت امبالانس. خدين بالكم الحاجات دي بقى ما تدوش في مين؟ كونترا اندكيشن، هايبر كاليميا، potassium sparing diuretics, pregnancy, lactation, renal impairment, abnormal uterine bleeding. يا دكتور ما احنا بنقول يعني 50 مللي جرام على فكره يعني يؤدي لغرض. حلو حلو. طيب في حاجه اسمها سيبروترون اسيتيت اللي هو ايه؟ اللي هو سيبروترون اسيتيت زمان ده هو هي سيبروترون اسيتيت ده حاجه رائعه وبروجستيرونيك انتي اندروجين، والحقيقه له انتي اندروجينيك افكت وكمان له اندروجين ريسبتور بلوكر افكت، وكان زمان اسمه الايه اللي هو الاندروكيوز.
فوجدوا ان هو الاندروكيور ده تراتوجينيك والعيان ممكن يحمل العينه ممكن تحمل عليه. طب زود له بقى سينايل استراديول فطلعوا لي منتج جميل قوي اسمه ايه؟ اسمه ضيعان اللي هو الصلاة على النبي كده مش ما عادش موجود عندنا تمام، او يجيبوه متهرب بقى يجيبوه وات ايفر. الحقيقه بصراحه انا يعني 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 انا بعشق حاجه اسمها ضيعان في العلاج. في بدائل كتيره بس الحقيقه مفيش حاجه زي الضيعان، مفيش حاجه زي الضيعان تماما في الايفكت. بس للاسف الشديد مشكله الضيعان والالدكتون بيتاخدوا مع بعض. الاحسن ان انا بديهم من 5 يوم في البيريود وحتى نهايه الشريط وراحه 5 ايام وبعد كده يكمل تاني. في مدرسه اللي هي بتقول لك من 5 يوم في البيريود لليوم ال 15 صحيه، لا انت خليك من اليوم الخامس في البيريود وحتى نهايه الشريط يريح 5 ايام ويكمل تمام. الحقيقه ان في حاجه اسمها دروسبرينون اللي هو الياسمين واللي هو مش موجود برضو، وهو ده سبايرولاكتون ديريفاتيف انتر اندروجينيك افكت واندرو ريسبتور بلوكر ورائع جدا، بس للاسف كمان هو مش موجود، بس بيعمل لي ابنورمال يوتراين بليدنج فظيع تمام، ابنورمال يوتراين بليدنج فظيع. اذا الثلاث حاجات دول الدروسبرينون والسيبروتون اسيتيت وسبايرولاكتون لهم اندرو ريسبتور بلوكر ولهم انتي اندروجينيك افكت. لا الديانا فندم اللي هو اللي هو الاسينايل استراديول والايه والسيبروترون اسيتيت الاثنين في بعض لوحده اسمه الاندروكيور اللي هو السيبروترون اسيتيت اللي هو بروجسترونك بس تمام. طيب ال الاسينايل استراديول كمان بيزود سكس هرمون بايند جلوبين يعني، فعشان كده بيقلل كمان التستوستيرون. طيب هل العيانين دول اديهم البي سي او بس؟ الحقيقه انا بدي الضيان ده مني عشان يظبط البيريود في الوقت اللي انا بدي فيه الاندكتون اللي هو لو اندروجينيك ريسبتور بلوكر اكتيفيتي وانتي اندروجينيك اكتيفيتي، بديهم على الاقل من 9 شهور لسنه. والحقيقه ان في ناس بتادفايس ان هو يفضل ماشي عليهم لحد ما هي هتسيب بريجنس تمام، من غير كده مكمل عليه، وده راي بتوع دكاتره النساء تمام، وده اللي انا بقيت ماشي عليه دلوقتي. ماشي عليه لحد هتوقف عايزه تحمل، قبلها بشهرين بتوقفه وتدور على الحمل، او من 3 شهور من شهرين لثلاث شهور. طب عيانين الساهه بديهم الكلام ده على الاقل، عيان الساهه اديله الدكتون. ما كانش انا رايي ان ممكن تديله الاثنين مع بعض، وانا بدي الاثنين مع بعض، بدي الديان والالدكتون خصوصا لما يكون تستوستيرون عالي شويه في عيانين الساهه تمام. طيب السيبروترون اسيتيت ممكن يعمل لي بريست تندرنس وبيستي لوس اوف ليبيدو فاتيج ويد جين، ما اديهوش لعيان عنده ريسك بتاع ثرومبو امبوليك ديس اوردرز ولا فينا ثرومبو امبوليزم قبل كده، جاله فينا ثرومبو امبوليزم ولا دي في تي قبل كده لو سمحت. كمان من كونترا انديكيشن السموكينج والويستي وال وال والايج الكبير هايبر تنشن الحاجات دي. ال ال احنا بس بنخاف من الدريان، بس البيرست تندرنس بتاع الدكتور بيبقى سيء كده. ال 5000 ريدكتيز انهبيتور عندنا اول حاجه فيهم الفينسترايد. الفينسترايد ده رائع، هو 5000 ريدكتيز انهبيتور وحقيقي رائع في حالات كمان الاندروجينيك الويشيا وحالات الهيرسوتاز وحالات الساهه. انا ساعات بديه وادي معاه السبايرولاكتون في الساهه خصوصا لما يكون عندي ابنورمال منسس. مشكله الفينسترايد لازم اوقفه على الاقل عشان تراتوجينيستي والفيرلايزي اللي ممكن والهبات التوكسيستي بتاعته، ففي التراتوجينيستي بوقفه شهر على الاقل او شهرين قبل المريض يكون هتتجوز تمام. الفينسترايد عندي البروهير والنوبيشيا دول 1 مللي جرام في السوق يعني، والبروسكات 5 مللي، انت بتدي من 2.5 ل 5 مللي في اليوم تمام. طيب الديوداسترايد من 5000 ريكتيز انهيبيتورز من الحاجات الرائعه برضو، بس الحقيقه ان هو ايه بيعمل لي ايه تراتوجينيك افكت وبيفضل في السيرم 3 شهور، ودي مشكله الميزو الحقيقه، مشكله لعنه الميزو. العين بيحقنه ميزو وفي ديوداسترايد. طيب هو في ريسك في سيستميك ابزوربشن؟ والديوداسترايد ده حضرتك بيقعد في السيرم 3 سنين، والعين تيجي تتجوز بعد كده وتخيف عيل وتعمل له انت فيمينايزيشن
ويبقى على ايدك انت عشان انت عايز تعمل ميزو خلاص. فخد بالك من اللقطه دي. الفلوتامايد هو 5000 ريدكتيز وكمان اندروجين ريسبتور بلوكر اكتيفيتي، بيتاخد من 125 ل 250 وفي امبولات وفي اقراص، بس هو غالي، بيعمل لي فيتال توكسيك هيباتايتس، بيعمل لي لوسف ليبيدو، بيعمل لي منسز ابنورمالتيز، وهو في اليوكي مش بروهايبتد الحقيقه، تمام، وفيري فيري اكسبنسيف. موجود عندنا بياخدوه في ربنا يعافينا جميعا من الايه، في الكيموثيرابي، في العيانين بتوع الكيموثيرابي، تمام. طبعا احنا ما بنكتبش الفلوتامايد ده. الجونادوتروفين ريليزنج هرمون اجونست، انتوا عارفين بقى دي بتعمل سبريشن للبيتيوتري اوفيريان فانكشن، ودي اليوبرلايت استيت ده اللي بيتاخد 3.75 ملي جرام كل 28 يوم، وده ممكن بيتاخد نيزل سبراي او اندر انتردرمال، تمام، بس ده فيري فيري اكسبنسيف. خلاص السيروفاج مهم قوي، ان انا ادي السيروفاج للعيانين الاوبيز او اللي عندهم انسولين ريزيستنس، وادي يعني من 500 ل 850 مرتين في اليوم وسط الاكل او بعد الاكل على طول، تمام. له مشاكل، له مشاكل، بس يعني ايه الوجيه دي ابسط الكلام اللي انا بقولكم فيه بقى. بعض العيانين عندهم ادرينال هايبر اكتيفيتي سواء كوشنج او ادرينال تيومر او سيرم كورتيزون عندهم عالي، ممكن اديهم سبريسيف تيست، سبريسيف سيستميك ستيرويد، يا اما اديهم الديكساميثازون كل يوم بالليل، الدلتا سون اورس الدلتا سون كل يوم بالليل لمده 3 ل 6 شهور، او اديهم بريدنيزولون 7.5 ملي جرام ان اورس ونص او 10 ملي جرام ديلي بعد الفطار لمده شهر، وبعد كده خليه 5 ملي جرام، بعد كده خليه الشهر الثالث 5 ملي جرام افري اذر دي، تمام. انا عارف ان الموضوع دسم جدا، وجينا في الاخر شويه حاولنا ننجز الموضوع ونكروت، بس اتعشى ان يكون وصل لكم حاجه. طبعا انتوا عارفين الافلونورسين هيدروكلايد اللي بيعمل انيميشن للايه، للنورسين دي كاربوكسيليز انزيم، ده اللي هو الافلوتيزميك كريم بتاع قد كده غالي 15 ملي جرام بيخلص في لحظتين، اي نوت ادفايس الحقيقه، تمام. اتمنى ان انتوا لا سايكل بروجينوفا نو سايكل بروجينوفا نو، تمام. اتمنى ان انتوا ايه يكون وصلكم حاجه النهارده، ومعلش بقى ان في الاخر احنا كروتنا شويه، الموضوع كان كبير قوي. شوفوا دايما بخير، الثلاث الجايين عشنا وكنينا عمر هنتكلم عن البيجمنتد ليزر فور بيجمنتد سكين ليجن، ان موضوع مهم وشيق ان شاء الله، واتمنى ان هو ايه يعجبكم. شوفكم بكل خير وتصبحوا على خير، السلام عليكم.